وضد العفو عن عمرو وردة. ضد العفو عشان أي عمل يخل بالشرف ده حاجة كبيرة قوي. يعني أنا مع الأخلاق، فاللي اتعمل صح، يعني اللي اتعمل ان هم وقفوه ده صح. المفروض هو عمل حاجة زي دي، احنا منقبلش على كرامات ولادنا الكلام ده، ينزف على طول. لا لا طبعا، اللي غلط مفيش حد ابدا يقدر يصححه، واللي غلط لازم ياخد عقاب. ضده طبعا، عشان مفيش حد، ما ينفعش حد يعمل كده اصلا، وده ضد الاخلاق وضد القيم والمبادئ اللي احنا قاعدين فيها عموما في مصر عموما. المفروض مصر ما كانتش تظهر الحاجة الوحشة دي، كان المفروض ينيموا الموضوع ويعدوا الامور لغايه حتى على الاقل البطوله تنتهي، وبعد كده يبقى نحاسبه براحتنا. بصي انا مع وضد، يعني انت عارفه المصريين تعاطفهم مع بعض، ومش زي الاجانب حازمين. يعني ده لو هو بره ده خلاص ما يلعبش تاني، خلاص استبعد من المنتخب ما يلعبش. والله لا، انا مع انهم يعفوا عنه، يعني هي غلطه يعني وحيده ظهرت له، زي ما انا سمعت ان والده ووالدته ناس محترمين وناس كويسين، فالمفروض يعني يعفوا عنه ويرجعوه يعني.